اشوف يا ماما، خليك معايا. ما تقلقيش يا ماما، انا خط مش كارت، انا نزيه قوي يا ماما. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ما لقيش حاجه عندكم عليها اغنيه صفيني مره؟ لا مفيش، في ظلمور ينفع؟ لا ما ينفعش. طب شايف الحاجات الملعلطه اللي هناك دي مالها؟ يا ريت تجيبي لي كل الواناتها، ويا ريت كل مقاساتها. من عينيا. ايوه ماما. نعم، قماش تنجيد. ايه يا ماما، بقول لك ده انا في محل حلو قوي يا ماما، وشيك قوي يا ماما، طلقه يا ماما. ادعي لي يا ماما. صباح الفل. شلطوني في الشنابر والكتاوت عندي ضربه. هي ضربه فعلا. في حاجه يا كابتن؟ احنا كده دخلنا في شجره. طب ما لاقيش عندكم حلاوه طحنيه؟ بس تكون بالبندق والمكسرات، عشان انا بحب الحلويات. عارف المحل اللي جنبينا؟ روح له هتلاقي عنده. يا بنت رحميني بقى، رحميني، انا خلاص مش طايق نفسي يا بنت. انا جاهز، جاهز قوي، جاهز خالص، جاهز على طول. طب ده انا بقى محضر لك حته الدين، اوضه كلها سيراميك، سقف سيراميك، حيطان سيراميك، عفش سيراميك، كله سيراميك في سيراميك، عشان نتزحلق مع بعضينا. طب يلا يا اخويا اتزحلق من هنا وورينا جمال خطوتك. عموما انا سداد قوي، عدي عليك بالميكروباص بتاعي، ها اوصلك وانا ماشي، مكيف الهواء، عشان انا نزيه قوي واحب الطراوه واحب التطريه، تطريه قوي. الله، ايه يا ماما انت لسه صاحيه؟ طب ادعي لي يا ماما. تتكلم ده قرف. بقول لك ايه، اهي بقى اوراق بالجو، لحسن حد من صحاب المحل يطب عليا وانا بتكلم في التليفون. هتكلمي سيد؟ هتخرجي؟ يا اختي ما تاخديني معاك، هو انا ماليش نفس اتفسح؟ وعشان ما بقاش عزول سيد يجيب معاه واحد صاحبه بس يستنضف. صحابه كلهم نضاف. اشرب لبس. طب خد الشويه دول بقى وقولي لي معناهم ايه. بالامس قبل القيلوله قد قلت لقائم بالخدمه في القاعه المقابل في القاعه القبليه، اعطيني قواعد ذات العطر والريحه، قطعي عني لغايه دلوقتي، اتوحشتيني يا باهيه. يعني ايه؟ يعني بحبك وبموت فيك. لا مش يعني بحبك، لا يعني وحشتيني يا عسل، بس في شويه في الاول كده بس عشان الخبطك. بقول لك ايه، في حته دين فيلم في السيما النهارده، انما نار، عايزه ادخله بقى يا سيد. هو كل يوم سيما بت تيه، ما بتزهقيش؟ طب وعهد الله انت عيله طاقه. طاقه؟ هو انا لو ما كنتش طاقه كنت عرفت واحد زيك؟ ما تخليها تمشيه في المعادي النهارده، نغير شويه. لا يا اخويا، انت اخر مره زودتها قوي وانا بخاف اما بتعمل الحاجات دي في الشارع. يا بنت ده انا اللي اخاف منك دلوقتي. بقول لك ايه؟ ايه اخبار البنطلون الاستريتش الاسود؟ انا اخوك بجد شافه؟ لا، ما انا اصلي باخده في كيس بلاستيك والبسه عند البت انجيل، اما جبت حته دين واحد تاني احمر نار شبه بتاع البت شاكير. لا يا بنت اوعى تقولي كده، بنطلون احمر كده زي اللي بتلبسه شاكيرة؟ دي هتبقى ليله نار. اوعى ايدك بالريموت كنترول. يلا بقى، بس سيد يلا بقى خنقتني. يوه يا سيد، بقول لك ايه، انا هديك حق تاكسي، خد عايده وروح انت. تاكسي يلا، ده انت نت، انت بتديني مزد كل، انت عمرك كلمتني. يلا بقى بس يلا. يلا بلاش تك يا سيد، بصراحه انا خايف من المشوار ده، مش حب. ليه يا اخويا؟ عاجبك كده يا سيد؟ طب والنعمه البت انجلنا شافت ريعه قبل ما رضيت تيجي، ده انا حتى قلت لها انك عايز تخطبها زي انا وسيد. ايه؟ اخطبها؟ اخطبها ده؟ لا عايده معلش ما تفهمنيش غلط، انا اخاف لحسن ميري تشوفني تقول عليا ايه؟ بصراحه سيد انا اخاف لحسن ميري، مش عايز اخون ميري انا. تخون مين؟ ميري. انت طالع عبيط ولا بتستعبط؟ ميري مين اللي تخونها؟ هو انت في بينك وبينها حاجه اساسا ولا دي مش معبراك؟ يالا فهمني بقى يالا، البت انجيل ديت عينيها منك من زمان والله. عينها من انا؟ ايوه، ويا ما كلمتني عليك انا ما كنتش عايز اقول لك الموضوع ده بصراحه. هي شافتني فين؟ شافتك مره معايا وقالت لي مين الشاب الخطر اللي معاك ده؟ الشاب الايه؟ الخطر. الخطر؟ هي قالت خطر؟ لا انجيل دي ما تنفعنيش عايده. احنا نتحايل عليك ولا ايه؟ الشارع. ما تقول له يا سيد. طب والله 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 البت انجيل دي الخطاب بيقفوا لها طوابير قدام باب المحل. ايه رايك بقى وانا اللي بنظم الطوابير ديت؟ يلا بقى. ايه؟ يلا بقى. يلا ما تخلينيش اجرك من ايدك كاني واخدك ساعه من دار المسنين ومرجعك. يلا مش هزار خطيبك ده. احسن تفاهم. بص هقطع لي الشرز. ما تحايل عليك ست سنين. يا رايح وين مسافر؟ في حاجه زايد؟ لا يا اخويا مفيش حاجه، لا خالص. عايده
انجيلو. مساء الخير يا جماعه. اهلا اهلا. قلتكم مليحه، نحبكم بزاف. مضطرين من الزفل ده ازاي؟ مش بالزفل، بنحبكم بزاف يعني، نحبكم كتير بس بالجزائري يلا. 100 في العشره. ايه دي الاخرى؟ 100 في العشره يعني 100 في العشره بس بالراس. صلاه على النبي علينا وعلى الجزائر. ايش طالع؟ ايه بقى؟ وسمعونا حاجه، معاكوا الشرايط؟ سيد. لا لا لا، خف على الراجل شويه، خف على الراجل ده لسه جديد. الف مبروك ابو عاطف. على ايه؟ الشرز دخل دماغها. بجد سيد؟ والله. يلا يلا. هنطلع على فين دلوقتي؟ نطلع كده على المانيال، واخد بالك، نضرب ايس كريم وبعدين نطلع على المقطة نضرب نقطة كده في مدينة مصر. ماشي. انا كنت قلتلنا الشريط ده. قشطة. هو الشقة اللي انت حكيت لي عليها دي هنشوفها امتى؟ ولا احنا هنفضل مخطوبين كده بس يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شقتي بس يا بنت اللي جايبه سيرتها دلوقتي، وده وقته؟ اه، يبقى عبده كان عنده حق. عبده مين؟ سواق الميكروباص. ما هو اصله عدى علينا النهارده في المحل وقال لي يا عايده سيد بيتسلى بيكي، ما بيحبكيش، مش شريكي. تصدقي وتامني بالله انت ما هتهدي غير لما نعمل لك جريمه مع اللي اسمه عبده ده، عشان انا منبه عليكي 30 مليون مره اللي تتكلمي معاه، ولو وقف جنبك يكلمك في سكه تضربيه، ولو وقف معاك وتقولي له ما تخلينيش بقى نعملها معاكي بقى انت وهو عايده بقى. سيد والنبي بتحبني وبتغير عليا، ما تسلاش بيا يعني؟ تسلي يا بت، هو في اكتر من كده جد؟ ده انا جد الجد يا بت، هفضل لغايه امتى اقول لك بحبك وبموت فيكي؟ انت يعني مش حاسه باللي في قلبي من ناحيتك يا بت؟ ده انا جد الجد و... سيد سيد سيد. يوه. اه عاطف. انا خايفه سيد. خايف يا ولا؟ احنا هندي لك حقنه، ما تقعد بقى بشرس امك ده في حته. سيد. لا بقى يا سيد، احنا مش جايين نقعد مع بعض ولا ايه؟ شفت بقى سيد وعايده بقى، هو ما بحبش بقى النظام ده، احنا جايين شله، نقعد شله ونمشي شله، انما نظام الفركشه واتنين اتنين مش حلو ده. لا انا طبعي كده يا انجيل، حتى في الشغل انا ما بحبش الحال المايل ابدا، انما بره الشغل برضو ما بحبش الحال المايل ابدا، احب اهزر بس بحدود يعني، وما بزودش في الهزار قوي، وبعدين في الشغل على طول بتخانق واعمل لهم قلق. ليه؟ لان احب اراعي ضميري قوي في الشغل، لما اعمل حاجه اعملها بضمير. كفايه خالتني. كفايه في الشغل. في الشغل يعني. تعال. في انجيل. تعال بس عايز اقول لك حاجه، ما تخافش. تعال. طب بس تعال. هنعمل ايه؟ اه. ايه؟ اقعد هنا. هنقعد فين؟ طيب. انت مالك وراش كده؟ لا ما فيش حاجه. زي العربيه اللي بتقطع في السلانسيه. عربيه ايه وسلانسيه ايه؟ انت ابوكي بيشتغل ايه؟ ميكانيكي. ربنا يوفقك. كويس، ابروح عشان يغير لي زيت، اصل العربيه عايزه. يا سيد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المزيكا دي؟ المزيكا دي جايه منين؟ دي مزيكه الكومبي. كومبي؟ الله بنت التعيله طقه والله العظيم ثلاثه. لا استني بقى، في نغمه مختلفه. المزيكا التانية دي جايه منين بقى؟ دي ستيانة. ستيانة؟ اخرب بيت شيطانك. اوبا، لا في نغمه ثالثه مختلفه خالص بقى، انا عايز اعرف بقى دي جايه منين يا سيد. ده ايه؟